بعد صدور بيان اجتماع لجنة الخماسية مساء الاثنين، بدا لافتا عدم تضمينه أي صيغة حوار مفترضة في لبنان أو في أي عاصمة أخرى بهدف انتخاب رئيس للجمهورية، وأن يكون الرئيس المقبل ائتلافيا ينتخب بشكل دستوري في مجلس النواب، وعلى أن تكون الدول الخمس أمام خيارات محددة لتطبيق إجراءات ضد معرقلي أي تقدم في الملف الرئاسي. وفي معلومات الجديد أن هذا الاجتماع أسقط فكرة حصول حوار إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يرأس الرئيس المنتخب المقبل أي حوار بين القوى اللبنانية. وفي المعلومات أيضا أن الاجتماع أسقط المبادرة الفرنسية السابقة حول الملف الرئاسي اللبناني، وبرز ذلك في العودة إلى المربع الأول في إعادة ذكر مواصفات رئيس الجمهورية المقبل في تفاصيل البيان المشترك، على أن يقوم الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان بجولة له على المنطقة لاستكمال مسعاه في مقاربة جديدة تعكس توجه الدول الخمس التي برز اتفاقها في بيانها المشترك. أما الكلام عن ضم إيران إلى الدول الخمس ففيه وفق مصادر دبلوماسية مغالطة، لأن اللجنة لن تصبح سداسية بل ستتولى دولة من الدول الخمس المرجح أن تكون قطر التواصل مع إيران بحث الملف اللبناني. رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام تحدث من برنامج الحدث عن البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس قائلا إن إيران ستنضم إلى اللجنة الخماسية. في الواقع يعني المبادره الفرنسيه سقطت في المهد، يعني ما عادت موجوده لنقول انه اين اصبحت. وبالتالي اليوم البيان الصادر عن اجتماع الدوحه تجاوز باشواط المبادره الفرنسيه وركز على كلمه اساسيه: رئيس ائتلافي نظيف يوحد الامه ويحقق الاصلاحات. يعني يجب ان يكون نتيجه تسوية ويحظى بتأييد أكبر قاعدة ممكنة من اللبنانيين، وليس فريق يمثل وليس رئيس يمثل فريقا معينا أو يمثل حزبا معينا أو مجموعة معينة، بده يكون فوق مستوى هذه الانقسامات عندما يعني تضيق ساعة الجد. اللقاء الخماسي سيصبح اللقاء 5+1 انضمام إيران إليه مع إيران. ونحن ننتظر في الواقع يعني نتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية في سلطنة عمان حول الملف النووي الإيراني، ليظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليس فقط في لبنان فقط ولكن في مجمل ملفات المنطقة. وفي خطوة لافتة أصدرت الخارجية الفرنسية عقب الاجتماع الخماسي بيانا تبنت فيه حرفيا البيان الصادر عن اللجنة مساء الاثنين، وفيه أيضا تحدثت باريس عن خيارات ملموسة لتطبيق إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون أي تقدم في الملف الرئاسي. وتحدث البيان أيضا أنه لابد أن ينتخب مجلس النواب اللبناني رئيسا قادرا على تجسيد وحدة لبنان وتوحيد الأمة اللبنانية ووضع مصالح البلد على رأس أولوياته. أما في المملكة العربية السعودية فنشرت أيضا وكالة الأنباء السعودية خبرا عن اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، قالت فيه أن الاجتماع ناقش الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال البيان السعودي أن الدول ناقشت خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد المعرقلين، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية. ونقلت الوكالة السعودية تشديد البيان على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مع حث القادة في لبنان وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي وأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني اتفاق طائف التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان. الخارجية الإيرانية من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني علقت على اجتماع الخماسية المعنية بالشأن اللبناني وتصريحات وسائل الإعلام
حول دعوة إيران للمشاركة في هذا الاجتماع، فقال: نعتبر التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد غير بناءة وعقبة أمام الشعب اللبناني لتقرير مصيره، لكننا نعتقد أن مساعدة جهات خارجية يمكن أن تكون إيجابية في اتجاه تحقيق رغبات ومطالب الشعب اللبناني. وأضاف: لم ترد حتى الآن أي معلومات عن دعوة إيران لحضور الاجتماع الخماسي في الدوحة بشأن الانتخابات اللبنانية. داخليا، التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مدى ساعة وربع الساعة بحضور النائب ملحم ريشي. وعقب اللقاء أشار بوصعب إلى أن النقاش تركز بشكل مباشر وصريح حول احتمال إقامة حوار أو نقاش بين الأفرقاء أو الكتل، وشدد بوصعب على وجوب البحث عما هو مطلوب بعد فشل التوافق. اللي لمسته أنا أنه الدكتور جعجع موضوع الحوار بشكل عام أنه حوار طاولة حوار تقليدية مثل ما كان يصير بالماضي منه مقتنع فيه حاليا، ولكن بنفس الوقت لمست منه أنه لا، هو منفتح على أي تشاور، أي تواصل، أي تفاهم مع كل الأفرقاء بدون استثناء لنقدر نوصل لنتيجة. وفي المواقف أيضا، قال الرئيس السابق العماد ميشيل سليمان في بيان أن الكتل النيابية كافة متمسكة بالطائف ولا تسعى لتعديله، وروح الطائف تنص على أخذ القرارات بالتوافق وإذا تعذر فبالتصويت. وأضاف: نقطة توافق أساسية بين اللبنانيين، فلماذا نعطل انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن خلافا للمادة 49؟ ختاما، لم تعد عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في 24 من تموز الجاري مؤكدة، لأن عودته من المفترض أن تحمل معها خلاصة نقاشات ستبدأ بعد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية، وبالتالي ستحدد عودة لودريان إلى بيروت بعد جولته على بعض الدول المنطقة لاستكمال مباحثاته. فهل ستكون في نهاية تموز أم تؤجل إلى أيلول المقبل؟